بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، وزدنا اللهم علمًا وعملًا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وبعد أيها الأحبة، فدرس الليلة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه. As you know, tonight's class is in the book of العقيدة الواسطية by its author شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني. May Allah تعالى have mercy upon him. طيب، آخر ما تكلمنا عنه يا أخوة، شرحنا حديث لا تسبوا أصحابي في المشاجرة التي حصلت بين خالد وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وصلنا إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. Last thing we talked about last week is explaining the hadith "Do not curse my companions." When a dispute happened between Khalid ibn al-Walid and Abd al-Rahman ibn Auf, may Allah Ta'ala be pleased with all of them. We reach the author's statement where he says, Rahimahullah, and they accept whatever is reported in the book, the sunnah, and the ijma' consensus concerning their virtues and their ranks. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال ويقبلون، يعني أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، من فضائل الصحابة ومراتب الصحابة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفاضلون فيما بينهم، كما أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم يتفاضلون فيما بينهم، وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك فيما بعد. وأفضل الصحابة على الإطلاق هم العشرة المبشرين بالجنة، وأفضل العشرة الخلفاء الأربع، وترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في الفضل بإجماع أهل السنة. As the Sheikh rahimahullah ta'ala says, and they, meaning أهل السنة والجماعة, accept whatever is reported in the Quran, the Sunnah, and the إجماع consensus concerning their virtues and their ranks. No doubt that the Sahaba رضي الله تعالى عنهم have ranks, just as the prophets and messengers عليهم الصلاة والسلام. They have different ranks. Some were better than the others. Similarly with the Sahaba. The best of the Sahaba are the 10 promised with Jannah, Al-Ashar Al-Mubashirin. And the best of them are the 4 caliphs. And the best of the caliphs in order, are the best in virtue, with consensus reached by the scholars, with consensus reached by the ulama, رحمهم الله تعالى. وأما فضل الصحابة رضي الله عنهم، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يعرفون فضل الصحابة رضي الله عنهم، ما جاءت فيه الآثار من القرآن والسنة في أنهم يكثرون من الصدقة، وكانوا يكثرون من الصيام ومن نوافل العبادات، وأنهم كانوا يقدمون الزكاة وغير ذلك. ونقبل أيضا ما جاء في فضل كثير من الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث حسنه الشيخ الألباني، في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في مناقب الصديق أنه لما حث الناس على الصدقة جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله. هذا في بيان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأيضا ما جاء في الآثار وفي الآية التي في سورة التوبة في أن الصديق الأكبر رضي الله عنه كان معه في هجرته من مكة، شرفها الله، إلى المدينة النبوية، وكان معه في الغار. هذا في بيان مناقب، منقبة من مناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغير ذلك مما جاء في فضل البقية من عمر وعثمان وعلي معاوية ابن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكما ذكرنا الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر الفضائل وذكر المراتب، قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون،
يتفاضلون. هذا كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. Mentioning concerning their virtues and their ranks, we said that the Sahaba have ranks, رضي الله عنهم, as they have different virtues. We believe in the virtues mentioned, for example, the virtues of Abu Bakr al-Siddiq, رضي الله عنه. In the authentic hadith, Sheikh al-Albani, رحمه الله تعالى, graded it as hasan and sound, where when the Prophet ﷺ urged the people to give charity, Abu Bakr brought everything that he had. And also in the Qur'an as well as in the Sunnah, Abu Bakr radiallahu anhu was his companion during the migration from Mecca to Medina, and he was with him in the cave, in the ghar, and the other hadith that talk about the virtue of other Sahaba like Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Ibn Abbas, and the rest radiallahu anhum. We believe in all of them. قال رحمه الله تعالى ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار. He says رحمه الله, they give preference to those who spent before the conquest, and that is the treaty of al-Hudaybiyah, and fought over those who spent and fought afterwards, and they give preference to the muhajirin over the Ansar. طيب يا إخوة, قال ويفضلون يعني أهل السنة والجماعة, قلنا أن الصحابة يتفاضلون, قال ويفضلون يعني أهل السنة والجماعة من أنفق من قبل الفتح وقاتل. والفتح هو كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى صلح الحديبية, وليس هو فتح مكة. ولذلك الله جل وعلا يقول في أول سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا, سماه الله جل وعلا فتحا مبينا. الله جل وعلا سمى صلح الحديبية فتحا مبينا, وكان هذا الصلح له أهمية كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي, لأنه مهد إلى الفتح الكبير وهو فتح مكة شرفها الله سبحانه وتعالى. وهذا كان في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. الحديبية كانت في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. The Sheikh رحمه الله تعالى says they give preference, meaning أهل السنة والجماعة, they give preference to those who spent before the conquest and fought. The conquest is the treaty of al-Hudaybiyah, which happened in the month of ذي القعدة, the sixth year after the migration, the sixth year of the migration. And Allah جل وعلا in the beginning of Surah Al-Fatih mentioned that it was a great conquest, فتحاً مبيناً. Why? Because it led to the conquest of Mecca. And it was a great victory for the Prophet صلى الله عليه وسلم and his companions. It was a great victory. الدليل على أن أهل السنة يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا في سورة الحديد. الله جل وعلا يقول لا يستوي منكم, الله يقول جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الذين أسلموا قبل الحديبية, أنفقوا وقاتلوا في غزوات كثيرة قبل كما سيأتي معنا السنة السادسة, أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا, أعظم درجة من الذين أسلموا بعد الحديبية وقاتلوا. ثم قال الله ماذا؟ وكلا وعد الله الحسنى. هذا ليس فيه ذم لأي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم, بل كلهم صاحب فضل, كلهم صاحب فضل رضي الله عنهم, لكنهم يتفاضلون. لذلك الله قال وكلا وعد الله الحسنى, كلا وعد الله الجنة رضي الله عنهم أجمعين. كيف نعرف يا إخوة من أنفق من قبل الفتح وقاتل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا؟ كيف نعرف من أسلم قبل ومن أسلم بعد؟ ننظر في كتب تراجم الصحابة. من أهم كتب تراجم الصحابة من؟ الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى, وأيضا ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الاستيعاب في معرفة الأصحاب, الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ الإمام المالكي ابن عبد البر رحمه الله تعالى. هذه الكتب ذكرت تراجم الصحابة, أين ولد, متى أسلم, ما هي الغزوات التي شارك فيها, وهكذا يترجمون للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. Obviously the proof for this preference is in سورة الحديد. Allah جل وعلا says not equal among you are those who spent and fought before the conquest, such are higher in degree than those who spent and fought afterwards, but to all Allah has promised الحسنى, جنة.
forgiveness at Jannah. We said the Sahaba radiallahu anhum, all of them have virtue. All of them are superior, but they have different ranks. Some are more virtuous than others. Some are more virtuous than others. Those who embraced Islam early on, fought in all of the battles before the conquest and the treaty of Al-Hudaybiyah, are more virtuous than those who embraced Islam afterwards. How do we know who embraced Islam before who? We look in the books that mention the biography of the Sahaba. The likes of the book Al-Isaba fi Ma'rifat Al-Sahaba by Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah, or the book of Al-Isti'ab fi Ma'rifat Al-Ashab by Ibn Abd al-Barr al-Maliki rahimahullah ta'ala. These books mention the biography of the Sahaba. Talk about when they were born, when did they embrace Islam, the different battles they witnessed, and talk about when they passed away radiallahu anhum, and so on and so forth, if they migrated from Medina after the death of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and so on and so forth. وَيُفَضِّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَوَصُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَاتَلْ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا. وكما ذكرنا صلح الحديبية سيذكر الشيخ كمان يعني بعد قليل, كان انتصارا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين, وكان تمهيدا لفتح مكة, لأن فتح مكة جاء متى؟ في السنة الثامنة في رمضان, في السنة الثامنة في رمضان, يعني بعده بعامين. As we mentioned, the treaty of Al-Hudaybiyah was a great victory for the Prophet عليه الصلاة والسلام and for the Sahaba, and it directly led to the conquest of Mecca that happened 2 years afterwards. It happened in Ramadan, the 8th year after the migration. قال رحمه الله تعالى ويقدمون المهاجرين على الأنصار. المهاجرين هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة تشرفها الله إلى المدينة. والأنصار هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم في بلادهم, هم أهل المدينة. لماذا أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار؟ لأن الله جل وعلا قدمهم في كل المواضع في القرآن. ولأن المهاجرين إخواني عندهم نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم الهجرة. أما الأنصار رضي الله عنهم فعندهم ماذا؟ عندهم النصرة دون الهجرة. الله جل وعلا في القرآن قدم المهاجرين دائما. يقول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ويقول الله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فالله جل وعلا دائما في القرآن يقدم المهاجرين على الأنصار. والله جل وعلا يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. والله جل وعلا يقول بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان. فدائما الله جل وعلا يقدم المهاجرين على الأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين عندهم هجرة ونصرة, والأنصار رضي الله عنهم عندهم النصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, جاءهم صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس انتقاصا منهم رضي الله عنهم أبدا, بل هاجر إليهم صلى الله عليه وسلم, أتاهم في بلادهم, نصروه ومنعوه ممن يمنعون منه آباءهم وأمهاتهم وأولادهم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. As the Shaykh rahimahullah ta'ala mentioned, and they give preference to the muhajirin over the ansar. The muhajirin are the immigrants who migrated from Mecca to Medina. And the muhajirin are the residents of Medina. They give them preference over the ansar because Allah jalla wa'ala in the Quran always mentions the muhajirin before the ansar. Always. The muhajirin they supported the Messenger sallallahu alayhi wa sallam and aided him, and they migrated with him. As for the Ansar, they did aid him without the migration. That's why the Muhajirin have preference over the Ansar. That's why the Muhajirin have preference over the Ansar. You see, Allah Jalla wa'ala says, and the first embrace Islam of the Muhajirin and the Ansar. And also those who followed them in perfection, Allah is well pleased with them as they are well pleased with Him. The other ayah, Allah Jalla wa'ala says, Allah has forgiven the Prophet, the Muhajirin and the Ansar.
Also, Allah Jalla wa'ala says, and there is also a share in the spoils for the poor immigrants who were expelled from their homes and their property. Then Allah Jalla wa'ala after that says, and those who before them had homes and had adopted the faith. Therefore, thus the Muhajireen have preference over the Ansar. No doubt, this is not to belittle the Ansar radiallahu ta'ala anhum. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam migrated to them, came to their city, their area, and they radiallahu ta'ala anhum supported the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and guarded him against the harm of those, of anyone, just as they would prevent it from their own families radiallahu anhum ajma'in. قال رحمه الله تعالى ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 and 10 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. He says رحمه الله, and they believe that Allah said to the people of Badr, they were 310 and some odd number more, do whatever you like, I have forgiven you. طيب. قال ويؤمنون يعني أهل السنة والجماعة بأن الله قال لأهل بدر. من أعلى مراتب الصحابة الذين شهدوا بدر, من أعلى درجات الصحابة الذين شهدوا بدرا, لهم مزية خاصة. طب لماذا يا إخواني, لماذا امتاز أهل بدر عن أهل أحد؟ ولذلك لما يترجم للصحابي يقول كان بدريا, ولا يقول كان أحوديا, ولا يقول مثلا كان يعني نعم, يذكرون دائما أنه ماذا كان بدريا. لماذا يا أخوان؟ لماذا؟ ما ميزة غزوة بدر الكبرى؟ طيب وقاتلوا في أحد آبائهم كذلك. كانوا قلة, لكن إيش السبب؟ إيش ميزة بدر وسماها الله جل وعلا يوم الفرقان؟ تذكرون إخواني أن الجهاد في غزوة بدر لم يكن فرضا متعينا على كل الصحابة, لذلك الذين خرجوا من أنفسهم, فلذلك كان لهم فضل. الجهاد في غزوة بدر لم يكن متعينا, فالذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من أنفسهم, لذلك كانت لهم الميزة. باقي الغزوات كل كان الجهاد متعين, أما بدر ما كان الجهاد متعين, فالذين خرجوا من أنفسهم. وماذا حدث يا إخواني في يوم بدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أبو سفيان كان معه عير لقريش, فأراد النبي صلى الله عليه وسلم, هذه العير فيها تجارة, تعرفون قريش والعرب يروحوا الشام, يروحوا يعني العير هذه كانت جاية من الشام ومعها محمل أغراض, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ماذا؟ أن يقطع على أبو سفيان هذه العير ويأخذ منهم التجارة, ما يريد قتالهم, كان يريد يقطع الطريق على أبو سفيان ويأخذ هذه العير اللي فيها أموال وتجارة كذا. هو لا, جاء بتجارة, أبو سفيان جاء بأموال قريش, أموال قريش هذه أموال قريش, تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الطريق على أبو سفيان. أبو سفيان وصله الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز هؤلاء 315 أو ما يقارب منهم رضي الله عنهم, فماذا فعل أبو سفيان؟ غير الطريق وذهب من طريق الساحل, محنك أبو سفيان. فأبو سفيان ذهب من طريق الساحل, فوصل أبو سفيان, طبعا أبو سفيان لما سمع بذلك أرسل صارخا إلى مكة لقريش يخبرهم بالخبر, وأخذ الساحل أبو سفيان وصل إلى مكة بأمان. فلما وصل عند الناس تشاوروا هل يخرجون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم أو لا, كانوا يريدوا أن يبقوا, لكن أشار عليهم أبو جهل لعنه الله في أنهم ماذا يخرجون إلى مدينة أو منطقة بدر
ومنطقة بدر خارج مكة قريبة على مكة، منطقة قريبة من مكة، يجلسون فيها يذبحون الجزور، يشربون فيها الخمور، ويضيئون فيها النار، وتسمع بهم العرب حتى يخافوا منهم ويهابوهم. ولذلك الله جل وعلا ذكرهم في القرآن لما تكلم عن كيف خرجوا، وهذا لكبرهم وبطرهم، كما قال الله جل وعلا خرجوا كيف بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فلما وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، أخبرهم أن الله جل وعلا قد وعده أحد أمرين، إما العير وإما النصر، فلم يظفر بالعير فلذلك النصر. فخرج معه من خرج من الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، وسبحان الله التحم الجيش في هذه المنطقة في بدر، ونصر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، قتل من صناديد قريش الكبار 24، من كل الصناديد قتلوا إلا أبو سفيان. ولذلك أبو سفيان رضي الله عنه أصبح بعد بدر زعيم قريش. لماذا؟ كلهم هلكوا، أبو جهل، خلف بن أمية، كلهم هلكوا، ما بقي، كل الصناديد هلكوا، ما بقي إلا أبو سفيان، سفيان بن حرب. أبو سفيان بن حرب هو الوحيد اللي بقي، ولذلك بعد بدر أصبحوا زعيم قريش، وهو في الأصل كان من شيوخهم أو من كبارهم، لأنه تعرفون أبو سفيان رضي الله عنه شيخ كنانة، قبيلة كنانة، وهي من قريش، لكن بعد بدر أبو سفيان صار زعيم قريش كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بهم حتى تذكرون في الحديث؟ أخذهم ورماهم في قليب من قلب بدر، يعني في بئر رائحتها نتنة وموحشة، رماهم كلهم فيها. ثم بعد 3 أيام كما جاء في الحديث جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم، قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فالصحابة قالوا: يا رسول الله، تكلم أمواتا لا يسمعونك؟ فأخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولذلك سبحان الله هم أرادوا أن العرب تسمع بهم قريش ويهابونهم كذا، فأذلهم الله جل وعلا حتى سمعت بفضيحتهم كل العرب، وما أقاموا لهم يعني أي وزن لقريش بعد الفضيحة التي حصلت لهم في بدر، بعد الفضيحة التي حصلت لهم في بدر. وغزوة بدر يا إخوة كانت في السنة، نعم، وأيضا أرادوا هم ظنوا أنهم سيهزمون، وأرادوا أن خرجوا بطرا ورئاء الناس حتى يسمعوا العربيهم، وسمعوا العربيهم لكن فضيحة لهم، وخرجت المهابة من قلوب كل العرب لقريش بسبب ما حصل يوم بدر. لأن قريش كانت دائما يا أخوة ترى نفسها على سأل العرب، هم أشرف النسب، كانوا يرون أنفسهم يعني على كل العرب، فالذي حصل لهم يوم بدر كان فضيحة لهم وهزيمة يعني نكراء بكل معنى الكلمة، فضحوا يعني بسبب ما حصل لهم يوم بدر، بسبب ما حصل لهم من يوم بدر. فالذين خرجوا في يوم بدر لهم هذه المزية العظيمة، لهم هذه المزية العظيمة. وكان ممن حضر يعني يوم بدر الصحابة الكبار كلهم، منهم أبو بكر وعمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم، وعثمان رضي الله عنه أراد الخروج لكن زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبقى عندها وأن يمرضها. We all know what happened in the battle of Badr. The Prophet عليه الصلاة والسلام wanted the caravan of Abu Sufyan. He didn't want to fight them. He wanted to take the caravan of Abu Sufyan. Abu Sufyan somehow got the news. He took a different route and sent someone to tell Quraysh that that the Prophet صلى الله عليه وسلم and the Sahaba intended to come hijack the caravan of Abu Sufyan. So eventually Abu Sufyan made it safely to Mecca.
And then the Quraysh amongst them talked about if they wanted to go out and fight the Prophet ﷺ or leave it alone. Abu Jahl, may Allah curse him, said, we will go to the area of Badr, slaughter camels, drink khamr, and light up big fire so that all of the Arab can hear about us and fear us, so that no one can ever think about this. So the Prophet ﷺ discussed this with his companions, and eventually took the Muhajireen and the Ansar with them to the area, and Allah Jalla wa'ala granted him victory. The Quraysh, they left Mecca, wanted to fight the Prophet ﷺ for arrogance and boasting so that the Arab can fear them, and they were exposed and disgraced. Everyone knew about how they were disgraced and how they lost in that battle. As a matter of fact, the Prophet ﷺ in that battle killed 24 of the heads of Quraysh, all of them, and then he threw them into an abandoned well. Therefore, Abu Sufyan from there on became the head of Quraysh, because all of them had died and passed away. The virtue of Ahl Badr is that jihad was not obligated during that first battle. Therefore, whoever left and went to Badr went from his own self. That's why whenever they mention the biography of the Sahabi, they mention that he attended Badr, more importantly. Because whoever went to Badr went from himself. Jihad was not obligatory during that battle. Qala, ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحديث حديث صحيح جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله جل وعلا قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لأهل بدر، وهذه حسنة عظيمة جدا وكبيرة جدا لهم رضي الله عنهم، دليل على أن من وقع منهم في كبيرة من كبائر الذنوب أن الله جل وعلا قد غفرها له. تخيل الله جل وعلا يقول، هذا الحديث البخاري ومسلم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني من وقع منهم رضي الله عنهم في معصية أو في كبيرة أن الله جل وعلا قد غفرها لهم. وهذه بشارة عظيمة جدا من الله جل وعلا أنهم أهل بدر لن يموتوا على الكفر، ولذلك ما ورد عن أحد منهم من الذين حضروا بدر أنهم كانوا ممن ارتدوا أبدا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. The hadith is collected by البخاري and Muslim, in which under the authority of the chief of believers علي رضي الله عنه, he said the Prophet صلى الله عليه وسلم said, Allah جل وعلا says, do whatever you like, I have forgiven you, the people of Badr. And this is a great virtue for them. And it shows that whoever from them committed any major sin, it has been forgiven. And also this is glad tidings for them, that none of them will die upon disbelief. None of them will die upon disbelief. And it was never reported that any of those who attended Badr were from those who apostated. Rather, they radiallahu ta'ala anhum were firm, were steadfast upon what they were upon during the lifetime of the Messenger sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahu alam, la adri, yani huwa kharaj bani hanifa wa ghayrhum, lakin hal kan fi min ahli al-Madina, hal kan fi, Allahu alam. لكن كان ممن ارتدوا، وبعضهم رجع، بعضهم رجع وبعضهم ما رجع، بعضهم رجع بعضهم ما رجع. الذين تبعوا مثلا مسيلمة الكذاب، والذين اتبعوا مثلا أسود العنسي وغيرهم، كثير منهم ما رجعوا، بني حنيفة وغيرهم، لكن في منهم من ارتد ورجع. نعم، بني حنيفة منعوا الزكاة. أيوة، منعوا الزكاة. نعم، جزاك الله خير، منعوا الزكاة. نعم، لكن ممن ارتد في منهم رجع في منهم ما رجع. قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خلافته، وكانت معركة شرسة جدا، وقتل فيها كثير من الصحابة،
لما قاتل أبو بكر رضي الله عنه جيش المسلمين، قاتل مسيلمة الكذاب في نجد في معركة ماذا؟ اليمامة، قتل فيها كثير من الصحابة، وأخو أمير المؤمنين عمر زيد بن الخطاب مدفون فيها، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا يوم اليمامة، وأحد المبشرين بالجنة قتل فيها كما سيأتي معنا إن شاء الله رضي الله عنهم أجمعين. في ناس رجعوا، في ناس رجعوا، في ناس ما رجعوا، ماتوا على ما على الردة، صلى الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تعالى: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. He says رحمه الله: and that no one who pledged under the tree will enter the fire, as the Prophet صلى الله عليه وسلم has informed. Rather, Allah is pleased with them and they were pleased with him, and they were more than 1,400. طيب، أهل السنة والجماعة أيضا يا إخوة يعتقدون كما قال الشيخ بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. بيعة الشجرة أو بيعة الرضوان، هذه البيعة العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الفتح. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء هم أصحاب الشجرة أو أصحاب بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكانت فتحا قريبا لأن ما بعدها كان فتح مكة. بيعة الرضوان هذه يا إخوة بيعة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه من المدينة النبوية يريد أن يذهب إلى مكة. لماذا؟ يريد العمرة، لا يريد قتال قريش، لا يريد قتال قريش النبي صلى الله عليه وسلم، يريد العمرة، يريد يعتمرون. وهذا كان في السنة السادسة، هذا كان في السنة السادسة. فذهب هو والصحابة وساق معه الهدي حتى صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا منطقة اسمها ماذا؟ الحديبية، وهذه المنطقة قريبة من مكة، اليوم هي في طريق جدة، منطقة الحديبية اليوم في طريق جدة قريبة من مكة شرفها الله. قريش سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع أصحابه، فهم زعموا أنهم أولياء الحرم وأنهم حماة الحرم، زعموا أنهم أولياء الحرم وأنهم حماة الحرم، حماة مكة شرفها الله. فمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل مكة، خرجوا إلى هذه المنطقة، منطقة الحديبية، منعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، وهو لم يرد قتالهم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر معهم. And that he says رحمه الله تعالى: no one who pledged under the tree will enter the fire, as the Prophet صلى الله عليه وسلم informed. The treaty of the tree or the pledge of allegiance of الرضوان or the pledge of allegiance under the tree. What happened? The Prophet ﷺ intended to go Umrah with his companions to Mecca, not to fight Quraysh, just to go to Umrah. This was in the sixth year. When he reached the area of Al-Hudaybiyah, which is very close to Mecca, it's on the way of Jeddah today, Quraysh blocked him from moving because they claim that they are the protectors of Mecca. They are the awliya of Mecca. الله جل وعلا رد عليهم قال: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. أولياء الحرم أهل التقوى، ما هم مشركين.
So they blocked him, sallallahu alayhi wasallam, from moving forward. He came with his companions and they even brought the cow to slaughter after they finish. فماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفاوض قريش. أراد أن يفاوض قريش على الدخول للعمرة. فأرسل من ليكلم أبا سفيان؟ من الذي ذهب حتى يفاوضهم؟ تذكرون؟ أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. لماذا؟ عثمان رضي الله عنه طبعا وكل الخلفاء كانوا من قريش ولهم يعني نعم ولا أحد يستطيع أن يقترب منهم. وعثمان رضي الله عنه من أولاد عمومة أبي سفيان، هو من كنانة أصلا، أمير المؤمنين عثمان من كنانة. فذهب حتى يفاوضهم. إيش اللي حدث؟ جاء الخبر أن عثمان رضي الله عنه قتل، أنهم قتلوه. وكانوا حتى في الجاهلية وفي الإسلام الرسل لا تقتل، هذا كان عرف كل الناس حتى في الجاهلية أن الرسول لا يقتل أبدا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في شجرة سدر كبيرة ظلها واسع، جلس تحتها صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يبايعوه على القتال والموت وأن لا يفروا. قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني يسكتوا؟ فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل الصحابة أن يبايعوه على الموت وأن يقاتلوا معه. وكان ممن بايع تحت الشجرة أبو بكر، عمر، عثمان، علي وغيرهم رضي الله عنهم. تقول كيف عثمان بايع وعثمان كان في مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيده اليمين، بيده اليمنى الشريفة يبايع الناس، وقال عن عثمان وهذه عن عثمان، بيده اليمنى الشريفة قال وهذه عن عثمان، بيده يده اليمنى على اليسرى قال وهذه عن عثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع لعثمان عن عثمان. فكان ممن بايع تحت الشجر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم، بايعوا على الموت وعلى القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الشيخ رحمهم الله تعالى أنهم كانوا أكثر من 1400 رضي الله عنهم، كلهم تحت الشجرة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الله جل وعلا عنهم، كما ذكر الله جل وعلا عنهم. طبعا ماذا حدث بعد ذلك؟ ظهر عثمان رضي الله عنه ورجع، وتبين أنه لم يقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تبين أن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يقتل. What happened? The Prophet صلى الله عليه وسلم went, sent عثمان بن عفان to قريش so that he can discuss with them that the Messenger صلى الله عليه وسلم can come with the Sahaba and make Umrah. What happened later on? News came that عثمان was killed. Even before Islam in Jahiliyyah, it was known that you never kill the messenger and that you rage war if you kill the messenger. So the Prophet ﷺ sat under a tree that was big. They had a lot of shade around him, the Sahaba. He demanded that they would give him the pledge of allegiance to fight with him until death, because now he wanted to fight them. They killed Uthman, he wanted to fight them. So from those who were under the tree, Abu Bakr, Umar, who pledged, Uthman, Ali, all of the senior Sahaba were there. How did Uthman give the pledge of allegiance even though he was in Mecca? The Prophet ﷺ, in the authentic hadith, he used his right hand. He said, this is for Uthman. He put it on his left hand, as if Uthman radiallahu ta'ala anhu gave his pledge of allegiance to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة في هذا الموقف العظيم، لما وصل مكة وأراد أن يعتمر ثم منعوه، تنازل صلى الله عليه وسلم بأمر من الله جل وعلا. كان يريد قتالهم لما أرادوا منعه، ولذلك جاء عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله ألسنا على الحق؟
أليس ديننا حق؟ لماذا نرضى الدنيئة في ديننا يا رسول الله؟ دعنا نقاتلهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ألست رسول الله؟ ألست رسول الله؟ فإن الله ناصري. قالوا: يا رسول الله نقاتل معك، نقاتل معك. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بركت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لأنه بأمر الله. ولذلك ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم، مع أنهم منعوه وكان في قوة معه، لكن ما أراد. أراد صلى الله عليه وسلم النصر الذي يأتي بعده، النصر الذي يأتي بعده، فتح مكة، تحريرها من المشركين، هذا الذي أراده صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما قاتلهم وإنما رضي. ولذلك تفاوض معهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له ماذا في الصلح؟ أنه يرجع في العام المقبل، عمرة القضاء هذه يرجع في العام الذي بعده. وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا ولم يعتمروا، وإنما حصل في النهاية ماذا؟ الصلح الذي هو صلح الحديبية. صلح الحديبية. The Prophet صلى الله عليه وسلم, when he first got there and Quraysh denied him access to Mecca, some of the Sahaba wanted to fight, like Umar. Umar was very angry. He was furious. He wanted to fight them. And the Prophet صلى الله عليه وسلم did not. He was looking forward to the conquest of Mecca. His camel sat and wouldn't move. The Prophet صلى الله عليه وسلم, some of the Sahaba said, Ya Rasulullah, as if it doesn't want to move. It's not listening to you. He said, no, it is rather a command from Allah. Therefore, when Uthman afterwards came, the Prophet صلى الله عليه وسلم had a treaty between, they wrote a treaty between Quraysh and him, and from it he would come back then if the following year and to make up his Umrah, Umrah al-Qadha, and that's what happened with the Messenger of Allah صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. انظر، شهد الله جل وعلا لهم بالجنة ووصفهم بوصف الإيمان، وذكر الله جل وعلا أنه رضي عنهم ورضوا عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا حديث صحيح. Look in the ayah. Allah جل وعلا says in Surah Al-Fath: Indeed Allah was pleased with the believers when they gave their pledge to you under the tree. He knew what was in their hearts and he sent down calmness upon them. And he rewarded them with a near victory and abundant spoils that they will capture. And Allah is ever mighty, ever almighty, all wise. That's why the Prophet ﷺ said in the authentic hadith, no one who took the pledge under the tree will enter the fire. No one. As he mentioned, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Allah Jalla wa'ala mentioned in this ayah that they're believers, mentioned that they are pleased with him as he is pleased with them. He is pleased with them as they are pleased with him, subhanahu wa ta'ala. والشجرة هذه يا إخوة كما جاء في الآثار أن الناس في بداية خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كانوا يأتون إليها ويصلون تحتها، فلما جاءه الخبر بذلك عمر رضي الله عنه أمر بقطعها. وهذه حسنة من حسنات أمير المؤمنين رضي الله عنه، لأننا أهل توحيد لسنا أهل أوثان. لو هذه الشجرة موجودة اليوم كان الناس يسجدوا لها ويتمسحوا بها ويعلقوا عليها حاجياتهم ويدعونها ويسجدون لها. فهذه حسنة من حسنات أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه قطعها وأزالها. نعم، ألا شجرة هي ما لها يعني شجرة لا تنفع ولا تضر، شجرة لا تنفع ولا تضر. وانظروا إذا ما كنت تصدق أن الناس يسجدوا للشجرة يا إخوة، انظروا في اليوتيوب إلى الصوفية في شتى بقاع الأرض
انظروا إليهم هم يسجدون للشجر. بل ذكرت لكم يا أخوة لما تكلمنا عن سيرة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في نجد قبل 300 سنة، قبل 300 سنة، النساء كنا يأتين إلى شجرة اسمها ماذا؟ الفحل، يقولون يا فحل الفحول أرزقينا ولدا قبل حوالي الحول، هكذا النساء، ويطوفن بهذه الشجرة، شجرة لا تنفع ولا تضر، أقول لك في ولي جلس تحتها. وانظر إلى في بلاد بعض بلاد المسلمين عربا وعجما، خاصة في دول العاجم، تجد أنهم يعلقون مسامير ويضعون فيها أمور على شجر، قل لك الولي فلان جلس تحت هذه الشجرة، ويسجدون لها ويتمسحون بها. تخيل لو قيل يا رجل هذه شجرة السدر التي حصلت البيعة تحتها لو كانت موجودة اليوم ماذا يحدث؟ والله الناس يقطعونها. قبل 2 سنين تقريبا في السعودية الدولة وجدت كثير من المعتمرين من بلد معين يذهبون إلى بعض الشجر في أطراف مكة يسجدون لها ويتمسحون بها، فجاءت الدولة بالجرافات وأزالت هذه الشجر. ما أعرف إيش الميزة التي لهذه الشجر، لكن كانوا يسجدون للشجر ويتمسحون بها. هذا كلام قريب، ولو دخلتم في اليوتيوب تجدوه. فقامت الدولة جزاها الله خير فقلعت هذه الشجر قبل 2 سنين، هذا كلام قريب جدا أو أقل من 2 سنين. المعتبرين كانوا يذهبوا إلى أطراف مكة ويسجدوا لشجر، شجر يا رجل، شجر. واليوم إخواني الناس بعدوا عن زمن النبوة، فدخل الشرك في هذه الأمة من تعظيم القبور والأضرحة والطواف بها والاستغاثة بها وصناديق النذر التي يعني يتصدقون ويعطون للقائمين عليها. انتشر الشرك في هذه البلاد، في بلاد المسلمين عموما شرقا وغربا. كانت من حسنات أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه أزال هذه الشجرة في بداية خلافته، لما جاءه الخبر بأن الناس يتقصدون الصلاة تحت هذه الشجرة قطعها رضي الله تعالى عنه. فبقيت هذه الشجرة في بقية زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة الصديق إلى بداية خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فأزال هذه الشجرة. نعم 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 نعم. ولولا أن الدولة يعني واقفة، الناس إخواني في خلف الحجرات هناك باب، المسجد النبوي فيه ممكن 100 باب. الباب الذي عند الحجرة في المقدمة، هذا الباب إيش اسمه؟ اسمه باب أبي بكر أو باب السلام. خلفه من خلف الحجرة هناك باب جبريل وباب النساء. يأتي المشركين والصوفية وأمثالهم يطوفون، يدخلوا باب جبريل أو باب النساء، اسمه باب جبريل أو باب النساء، يدخلون منه ثم يأتون من أمام الحجرة باب السلام ويبدأ يلف هكذا. فالدولة فطنت لهذا فأغلقت ذلك الباب، أغلقته تماما، أغلقت ذلك الباب، وتجدهم يقفوا باتجاه الحجرة ويدعو، يستدبر القبلة ويستقبل الحجرة. ولو ذهبت إلى بقيع الغرقد ترى أنهم، تعرف الدولة يا إخوة، كنت أنا أستغرب وأنا طالب، كل فترة الدولة تأتي بنقلة رمل، نقلة تراب. أخي إيش القضية؟ تدخل البقيع يا أخي في حفر، أخي إيش القضية؟ يأتي الرافضة والمشركين والصوفية وكذا يأخذوا تراب، يأخذ معهم تراب. والله العظيم كل فترة الدولة تأتي بشاحنة تراب، شاحنة تراب. لماذا؟ تدخل البقيع يا أخي في حفر، شو الحفر؟ مين بيحفر؟ هنا صحابة وكذا، تجدهم يأخذوا تراب، مشركين يأخذوا تراب من البقيع، وأنا رأيتهم عبين جيابهم تراب، تراب والله العظيم تراب، يأخذوا تراب من البقيع والله العظيم. والدولة كل فترة تأتي بشاحنة تراب، نقلة تراب تحط في البقيع. الناس اليوم يا أخو ضلوا والله إلا من رحم الله. فلذلك الواجب كان على أولياء الأمور المسلمين في كل مكان أن يسدوا كل الذرائع المؤدية للشرك. ما في عندنا شيء إخواني اسمه في الإسلام الآثار الإسلامية، ما في عندنا شيء اسمه الآثار الإسلامية، ما عندنا أي شيء يا إخوة اسمه آثار إسلامية. والإنسان إذا أراد أن يذهب إلى مكان
لا يجوز له أن يشد الرحال بقصد الطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا أبدا، ما يجوز إلا المساجد الثلاث، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ما يجوز تقول لي والله عندنا مسجد في المغرب، مسجد التيجاني والبطيخ، واذهب زيارة إليه. عندنا في دمشق مسجد الأموي، ما يجوز هذا كلام. عندنا في الأردن مسجد كذا، ما يجوز شد الرحال لهذا، ما يجوز أبدا، ما يجوز، حرام، لا تشد الرحال، ما يجوز الذهاب والسفر إلى هذه البلدان بقصد زيارة مسجد مكان معين أو محل معين للعبادة، ما يجوز هذا عندنا في الإسلام. وزيارة مسجد قباء تأتي تبعا لزيارة المدينة النبوية بعد الأصل، وهو زيارة المسجد النبوي، بعدين الإنسان يذهب إلى مسجد قباء. لكن ما هو الأصل في زيارتك للمدينة الذهاب لا قباء؟ الأصل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، ثم يأتي تبعا له قباء والبقيع وشهداء أحد، ما في إشكال. لكن الأصل لما تذهب إلى المدينة تذهب للصلاة في المسجد النبوي. غير هذه المساجد ما عندنا إلها فضل في الإسلام أبدا. ما في شيء اسمه في المدينة مسجد القبلتين يذهب الناس إليه، ما يجوز هذا. مسجد من المساجد هذا ما يشد الرحال إليه. فولي الأمر لابد أن يقطع كل ما يكون سبب أو ذريعة تؤدي إلى الشرك. لذلك علي رضي الله عنه أمير المؤمنين يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أترك قبرا مشرفا إلا سويته. ما عندنا في الإسلام هذه يا إخوة القبور العالية وكذا والتي يكتب عليها وتجصص، ما عندنا هذا الكلام، لأنه هذا سبب، لأن الناس سبب، لأن الناس يعني تأتي إلى هذه الأماكن وتظن أن أصحابها أولياء، ويؤدي هذا الأمر إلى سؤالهم أو دعائهم وكذا. وهذا الذي حدث مع قوم نوح، قال إبليس لهم لعنه الله: صوروا لهم تصاوير. فصوروا لهم تصاوير، فلما هلكوا واندثر العلم كما قال ابن عباس، جاء الجيل الذي بعده وقال لهم: إن هؤلاء يعني إن آباءكم كانوا لا يمطروا إلا بهؤلاء، يعني ادعوهم، فدعوهم فعبدوهم من دون الله. ما عندنا في الإسلام هذه الأضرحة وهذه المقامات أبدا. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا ولا وثنا يعبد من بعدي. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا ذلك لأبرز قبره، كان دفنوه في البقيع. لولا ذلك أن يتخذ عيدا ووثنا يعبد من دون الله لأبرز قبره، كان دفنوه في البقيع، لكن دفن عليه الصلاة والسلام في حجرتها. الناس اليوم يعبدون ويستغيثون بالحثالة أمثال من؟ البدوي أخزاه الله، رجل مشرك، التيجاني رجل كافر زنديق أخزاه الله، الناس يطوفوا على قبور ويعبدونهم دون الله، كيف بالصالحين والأولياء؟ البدوي يا إخوة رجل قال عنه الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، قال: لا يعرف عنه، لا يعرف عن البدوي أي شيء إلا أنه دخل الجمعة، يوم الجمعة بال في المسجد فخرج. هذا هو البدوي الذي يطوف على قبره، يزوره يحج إليه كل سنة 3 مليون في مصر، لا من كبار الصوفية الهالكين مات على الشرك. قال السخاوي، والسخاوي كان مصري رحمه الله تعالى من أئمة الحديث، يقول: لا يعرف عن البدوي إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة بال فيه فخرج. هذا هو البدوي الذي يطاف على قبره ويحج إلى قبره، يسموه حج، 3 مليون، وانظروا في اليوتيوب وكذا. التيجاني مشرك ملعون هالك، له قبر في المغرب، يأتونه من كل إفريقيا ومن كل الدول الإسلامية يأتون هذا المجرم، مات على الشرك مجرم، ويسموه حج أيضا. أقول لك هؤلاء الناس مجرمون مشركون، كيف لو قيل أن هذا قبر تابعي؟ قيل كيف لو قيل أن هذا قبر صحابي؟ كيف لو قيل أن هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء مما مس النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانظر اليوم كيف الناس يتمسحون بالشعر وكذا، وهذا كله يا إخوة كذب، ليس هذا لا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا نعله، هذا كله فيلم،
هذا كله غير صحيح ولا يثبت بذلك. شعر النبي صلى الله عليه وسلم أخذه خالد ابن الوليد رضي الله عنه، ثم أخذه الحسن البصري إمام من أئمة التابعين، وأوصى بدفنه معه، ودفن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن البصري. ما في شعر اليوم، هذا كله كذب، لعب في عواطف الناس، جمع فلوس، هذا ما هو شعر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا إطلاقا، هذا كذب. أثار الدولة العثمانية، نعم، ما في، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. لكن المقصود إخواني، ليس عندنا أثار يتبرك فيها في الإسلام، إحنا مش وثنيين، مش هندوس وسيوخ وكذا، إحنا موحدين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني الله جل وعلا يقول لو سلمنا أنهم يسمعون ما استجابوا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. يوم القيامة الحسين علي كلهم يبرؤون إلى الله جل وعلا، ما دعونا ما أمرناهم بذلك، يبرؤون إلى الله جل وعلا. إخواني، الميت لو يستطيع أن ينفع أحد، ينفع من؟ نفسه، ينفع نفسه. والله قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى كريمة والله من ذهب، قال تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا يا أهل القبور لتمنوا يوما من رمضان. قال الله جل وعلا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، يتمنى الميت يا أخوة ركعتين، كما جاء لا ركعتين خير لي من دنياكم، كما جاء في أثر عن أحد الصالحين أنه رؤيا في المنام قال ذلك. فالأموات إخواني لا ينفعون أنفسهم حتى ينفعوا الناس، ما ينفعون أنفسهم، ولا أحد ينفع ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مقامه، لأن الدعاء مقام لله جل وعلا. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عبادة الدعاء، يقول صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء. فلذلك نرجع إلى أن أمير المؤمنين رضي الله عنه قطع الشجرة، لأنه كل شيء يوصل إلى يكون ذريعة، لذلك الشريعة جاءت بقاعدة مهمة، سد الذرائع، كل شيء يوصل للشرك حرام، كل شيء يوصل للحرام حرام، الزنا حرام، الاختلاط بالنساء الأجنبيات حرام، ليش؟ لأنه بيؤدي للزنا. أمر المرأة بالحجاب وبالعفاف وبالحياء، لماذا؟ لأنه هذا فتنة قد يؤدي إلى الزنا. أمر الناس بغض البصر، لماذا؟ فتنة قد يؤدي إلى الحرام. كل شيء ذريعة وسيلة للحرام حرام، كل شيء وسيلة ذريعة للحرام. الخمر حرام، الجلسة مع ناس على طاولة بيشربوا خمر حرام، جلسة على طاولة بيشربوا خمر، أنت ما عم تشرب خمر، هم بيشربوا خمر حرام، ملعون اللي بقعد على طاولة والناس بيشربوا فيها خمر، هو ما بيشرب بس قاعد معهم ملعون حرام. لماذا؟ لأنه ذريعة. جرب، طيب خد لك شفة. كل ما كان ذريعة وطريق وسيلة للحرام حرام في الشريعة، سكر هذا الباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح لله في المكان الذي يعبد فيه غير الله. أنت تذبح لله لكن في مكان يذبح فيه لغير الله ما يجوز، حرام. مكان مثلا الناس بيعبدوا فيه أصنام تأتي أنت تذبح لله فيه، لا. كل ما كان ذريعة للحرام يا إخوة الشريعة سكرت عليه. لذلك عمر رضي الله عنه لو ترك الناس يصلوا كان بكرة فتحوا مسجد غاد، وكان الناس علقوا. وهذا حدث يا إخوة في حديث أبي واقد الليثي يوم غزوة حنين. إيش حدث في غزوة حنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر مع الصحابة على شجرة، كان قريش يعلق عليها أسلحتهم للبركة، يسموها ماذا؟ ذات أنواط. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
وهذا لماذا؟ لأنهم كانوا صحابة جدد، من هم الشهر. حنين متى كانت إخواني؟ في شوال سنة 8. فتح مكة متى كان؟ في رمضان، قبل بشهر، قبل بشهر وأسبوع. فكان هؤلاء الصحابة جداد لسه، 5 أسابيع في الإسلام، جداد لسه. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات، ما عندهم العلم لسه الشرعي الكامل والكافي. لكن مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لقد قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أسلموا مع موسى، رأوا هذه المعجزة العظيمة، ضرب البحر، قطعوا فيه. ثم قال الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. الآيات في سورة الأعراف. فكل ما يؤدي إلى الشرك يا إخوة الشريعة أمرت بإزالته، كل ما أمر. الآن لو يا إخوة لو بقيت الحجرات، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، لو بقيت وما أدخلت في التوسعات من بداية الإسلام، تخيلوا لو حجرات أم المؤمنين موجودة اليوم، كان إيش بيسوي الناس فيها؟ أسألكم بالله العظيم، تخيلوا لو وجدت البيوت في مكة، البيوت في مكة لو وجدت البيوت في مكة، البيوت، بيوت الصحابة مثلا، بيت النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجود اليوم، لو بيوت حمزة، العباس، بيت علي، أسألكم بالله العظيم إيش يصير؟ يعني شيء ما يدرك العقل. لذلك إزالة هذه الأمور يا إخوة ليست كفر وإجرام وكذا، أبدا أبدا. اليوم يا إخوة الناس والله العظيم في جهل عظيم، جهل عظيم جدا، في جهل عظيم جدا. ولذلك انتشرت القبور، انتشر الشرك. هذا الشرك يا إخوة هو سبب خذلان وضعف المسلمين اليوم، هو الشرك، لأن القاعدة مهزوزة هشة. We said the chief of believers Umar رضي الله تعالى عنه, he cut down the tree in the beginning of his khilafah. Why? People started praying under it and gathering. We said anything that leads to shirk is haram. That's why he cut it down رضي الله عنه. And we stressed on the importance of this foundation and this fundamental of Islam. Everything that leads to haram is haram. Anything that leads to shirk is haram. Zina is haram and fornication. Therefore, lowering your gaze is obligatory. Women are obligated to wear hijab and jilbab. It is haram to mix and mingle with foreign women. Why is all of that? Even if you're teaching them Quran, why is that? Because it could be a fitna and it could lead to what is haram. Anything that leads to haram is haram. قال رحمه الله تعالى ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. He said رحمه الله تعالى and they testify of paradise for whoever the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم testified it, such as the 10 ثابت بن قيس بن شماس and others among the companions. نقف هنا إن شاء الله تعالى في الحديث على، نتكلم إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية عن العشرة المبشرين بالجنة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك.